اكيد طبعا يعني يوم سعيد لنا كلنا كاعضاء شباب جمهوريه ان اول مؤتمر عام لشباب محامين مصر يكون الحمد لله في الدوره الحاليه بتاعتنا ومن خلال تنظيمنا كلنا، فده شيء يسعدني جدا طبعا في حضور النقيب سامح عاشور. طبعا شرف كبير لنا ان يكون اول مؤتمر لحضرته بيجمع شباب محامين مصر بالكامل، مش شباب محامين بورسعيد بس ولا السويس ولا اسماعيليه، لا شباب محامين مصر بالكامل يكونوا كلهم موجودين ومتجمعين كلهم ويكون ليهم مؤتمر خاص بيهم، فدي حاجه اكيد تسعدنا كلنا في ظل ان ده في الدوره النقابيه بتاعتنا وتحت تنظيمنا وطبعا تحت تنظيم النقيب العام سامح عاشور. طبعا من المهم جدا ان يكون دايما، وده دايما بنعتاد عليه يعني من النقيب سامح عاشور، التواصل الدائم مع الشباب، حرصه ان هو يقدر يتواصل معاهم يشوف متطلباتهم ايه، لان حضرتك عارف المتطلبات بتتغير، الجيل دايما توافد الاجيال بيتغير معاه فكر جديد، وده بيتطلب دايما عقد لقاءات مع الشباب نشوف الشباب دي فكرها ايه، شايفه ايه ممكن يكون جديد في نقابتهم، ونقدر ان احنا برضو نستفاد من ارائهم ونقدر ان احنا نقوم بالمتطلبات بتاعتهم دي، فدي انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا بيقوم بيها السيد النقيب يعني، ونتمنى ان الموضوع ده يتواصل ان شاء الله. النهارده المؤتمر الاول لشباب محامين الجمهوريه بمدينة بورسعيد، زي ما احنا متابعين أخبار النقابة الفترة اللي فاتت، النقابة بتتقدم بخطوات ثابتة، والاهتمام من السيد النقيب العام بالشباب أصبح واضح وظاهر للجميع. النهاردة يمكن بيشمل كمان مؤتمر شباب المحامين كأس النقيب. كأس النقيب كان أقيم من سنتين تقريبا في محافظة دمياط في مدينة رأس البر، ضم جميع أعضاء شباب الجمهورية وجميع السادة زملاء محامين الجمهورية، فده النهاردة احنا بنستكمل الحدث ده النهاردة برضو بعد يعني طفرات كبيرة حصلت في نقابة المحامين، أولها وأهمها تنقية الجداول. يعني زي ما بنقول شباب المحامين هي مستقبل النقاب، فاحنا سعداء بتواصلنا الدائم مع النقابة العامة ومع السيد النقيب العام في مؤتمرات دائمة، بنوصل صوتنا، بنطرح الأفكار، بنوصل مشاكل الشباب، النقابات الفرعية ممثلة في أعضاء شباب الجمهورية، وطبعا بالإضافة لمجالس النقابات، ولكن النهاردة احنا بنختص في بورسعيد بشباب المحامين. طبعا كلنا حرص المؤتمر الاول لشباب محامين جمهوريه مصر العربيه، وطلب احنا حرصنا عليه اللجنه الحاليه من اعضاء شباب الجمهوريه طالبنا بيه، وكان حلمنا اللي تقنا اليه كتير جدا ان احنا ينعقد المؤتمر الاول لشباب محامين مصر. بفضل الله النقيب العام لم يتاخر عن طلبنا ودعم الفكره، وكان الانعقاد الاول النهارده. النقيب العام حريص طول الوقت على التواصل مع الجيل الجديد من الشباب، هو سبق لي انه قال ان لجنه الشباب الحاليه الاعظم في تاريخ نقابه المحامين، مجموعه من اعضاء شباب الجمهوريه نشيطه جدا، عملت المؤتمر ده في محافظات في النقابات الفرعيه، كررنا الفكره وبفضل الله كان اول مؤتمر شباب على مستوى الجمهوريه كان في المنوفيه، وتوالت الفكره الى الحلم النهارده انعقاد مؤتمر شباب محامين مصر بفضل الله. الفكره كانت اول ما نجحنا اعضاء شباب الجمهوريه جمعنا بعض، تواصلنا تليفونيا، جمعنا بعض، عملنا لجنه اسمها اللجنه العامه للشباب في النقابه العامه، ممثله من كل اعضاء شباب النقابات الفرعيه على مستوى الجمهوريه، في تواصل، في اجتماعات دائمه مع السيد النقيب العام، في اجتماعات بيننا كاعضاء شباب جمهوريه. الفكره اتكررت كتير واجتمعنا كتير وطلبنا الفكره مره واثنين، واستطعنا اخيرا بفضل الله ان احنا ننظمها النهارده. الحلم النهارده بنفرح، النهارده بنحقق حلم شباب محامين مصر ان يبقى لنا مؤتمرنا الخاص، بنحلم انه يبقى نموذج مختلف من مؤتمرات نقابه المحامين، فكر مختلف، فكر الشباب، عندنا تحرر، عندنا افكار جديده، ان شاء الله بنحلم لمستقبل افضل لنقابتنا بفكر جديد بشباب جديد باذن الله. النهارده المشاركه في هذا المؤتمر كانت حلم بالنسبه لنا ان احنا نحققه، ان احنا نعمل لقاء يجمع ما بين الاب وابنائه. النقيب الاستاذ سامح عاشور بيمثل لنا ان هو الاب والداعم والسند الرئيسي لكل شباب المحامين، كنا عايزين يبقى في اتصال مباشر، نكسر اي حاجز مبني ما بين النقيب وما بين الشباب، ونقرب المسافات السنيه ونقرب المسافات والخبرات، ونعمل مد وتواصل ما بين الخبرات الكتيره قوي، فكان لازم نطالب بالمطلب ده، وربنا كرم وحققنا المطلب ده، وبنشكر معالي النقيب على تحقيق المطلب ده وتواجده وتوفير وقته انه يبقى متواجد معانا النهارده في المؤتمر ده ليجري هذا الحوار مع ابنائه من المحامين، ويقدر يحقق
لنا أمنيتنا في الإجابة على بعض التساؤلات اللي هيطرحها مجموعة من الأساتذة المحامين، ويوضح لنا إزاي نقدر نبني ونطور نقابتنا أكتر وأكتر. اللقاءات عبارة عن ما أولا يعني عدة حاجات، أولا نقل خبرات النقيب لينا بصفته أنه صاحب خبرات طويلة على مدار حوالي 40 سنة في العمل النقابي والعمل بمهنة المحاماة، بينقل لنا خبراته وتجاربه وبنقدر نستفيد منها ونتعلم. تاني حاجة بنوصل له مطالبنا وأحلامنا، فكر الشباب، لأن من غير الشباب مش هتقدر تبقى نقابتنا شابة قوية عافية. عشان نحافظ عليها لازم النقيب يتبنانا ويرعى أفكارنا ويقدر بإمكانياته وبسلطاته كنقيب للمحامين، يعتبر رئيس لكل محامين مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، له سلطات واسعة جدا وإمكانيات واسعة أنه يطور نقابتنا ويتبنى أفكارنا ويحولها من مجرد فكرة ويدخلها إلى حيز التنفيذ وتبقى حقيقة نقدر نعيشها ونلمسها إحنا والأجيال اللي جاية. دائمين الحرص على حضور جميع المؤتمرات الخاصة بشباب محامين مصر، وأختص برضو شباب محامين بني سويف، للتواصل معهم، ودي دائما بتبقى مبادرة جميلة بيبادر بها دائما السادة النقيب لحل جميع المشكلات الخاصة بالسادة المحامين، كيفية دائما التواصل معهم في الحلول كلها، كيفية الحلول الودية في أي مشاكل ليهم، دائما التواصل معهم لمعرفة الآراء والاقتراحات الخاصة بيهم. وده مش أول مؤتمر بيتم لشباب المحامين بيبادر بيه دائما السادة النقيب، حصل السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت، لأن دائما السادة النقيب سامح بيه عاشور بيهتم بمشاكل المحامين، بالأفكار الجدية اللي بيتكلموا بها السادة المحامين الشباب. دائما هو بيقول إن المستقبل دائما للشباب. محامي من فاوس، بالنسبة للفاعلات المؤتمر، أولا أول شيء نشكر النقيب العام بخصوص هذا الاحتفالية. ثانيا الغرض من الجمع التعارف، وثالثا معرفة النقيب العام ان شباب المحامين يدعمونك ويحبونك ويحترمونك ويقدرونك. النقطة الأهم اللي هي وجهة التقارب ما بين النقابات بعضها البعض، وتحديدا الشباب اللي جميع الجزئيات مهدرة ولكن النقيب العام لم يعن عنها شيء. عندما دعينا النقيب العام وعندما تحدثنا معه بشأن الشباب، الفكرة أولا قال أنا أولا شباب، وثانيا بيحب الشباب لدرجة أنه بيدعم الشباب في أي جزئيات، الناحية الثقافية، الناحية العلمية، الناحية الاجتماعية، روح شباب. في بداية الأمر بقول لك أنا كنت عضو شباب، فلامس دور الشباب الموجود في كل جزئيات. وتحديدا بالنسبة للمؤتمر، نشكر النقيب العام أولا وثانيا وأخيرا. أنا من وجهة نظرنا نجاحه ونجاح المؤتمر 100%، أولا التنظيم شباب، كل ما يحدث فيه برعاية الشباب وتحت رعاية النقيب العام، كل ما يحدث بالنسبة للتطورات، بالنسبة للتنظيم، بالنسبة للدعوات، ولكن بإشراف النقيب العام. وهذا نشكره تحديدا بالجانب المالي والجانب الذي يقوم به، ومن أجل حرص دائما وأبدا على رعاية الشباب. والنقيب العام يحدثنا كثيرا عن الشباب والمهمات والعقبات التي يتصدون لها، ومن أجل المحاورة مع الشباب. وعندما دعينا له بالنسبة لإقامة هذه المؤتمر لبى الدعوة بكامل، وقال تحديدا أنا مع الشباب قلبا وقالبا.